مرحبا بكم جديد. إذا في حكايتنا بالنسبة لليلة قاعدين نشوفوا شنو اللي نجم يكون صار للدكتور أسامة توفيق صبور. هذا الدكتور ولد 29 سنة اللي اختفى فص ملح وذاب إلى أن الشرطة قالت لأمه تجي تشوف الجثة متاعه في السبيطار. لكن آخر مرة تشافه هو داخل العيادة متاعه اللي عنده في منطقة الساحل، عيادة عنده بالاشتراك هو وصاحبه دكتور أحمد. آخر مرة تشافها قلنا وهو داخل، عمره ما خرج من هذه العيادة، لكن الشرطة بعمليات البحث متاعها لقات صور غريبة الواحد هزينه على كروسة هزوا أحمد وممرض عندهم في العيادة هو زاد اسمه أحمد. وستبين الشرطة في نهاية المطاف أنه اللي في وسط الكروسة هو الدكتور أسامة. ما زالوا ما يعرفوش شنو اللي صار له بالضبط وخليه يكون كما الإنسان المنوم باش ما نقولش الإنسان الميت. ولكن رجعوا للبحث في وسط العيادة ولاو شبه متأكدين أنه أسامة في مكان ما في العيادة. مش قلنا لقاو مواد البناء؟ ما لقاوش حاجات ظاهرة تعملت بها مواد البناء، لكن كي ثبتوا في العيادة وهزوا بعض الأثاث اللي موجود وهزوا بعض الزرابي اللي موجودة القاو زليز حديث البناء. كلعوه فهموا اللي فما تحته حاجة، وفعلا باش يلقاو الجثة متاع الدكتور أسامة. وقتها فما في العيادة سيدة اسمها إيمان محمد. أنت شكون سيدة إيمان؟ بتقول لهم اللي هي خطيبة الدكتور أحمد واللي هما بش يعرسوا، كانوا بش يعرسوا ولكنهم ما زالوا ما عرسوش. بش تنكر أي علاقة بالموضوع، لكن ستتسارع الأمور على أول ما يتم إلقاء القبض على أحمد الطبيب وأحمد الممرض، وبش نكتشفوا أنه اللي صار الأسامة هو تخطيط ثلاثي من عند إيمان أحمد وأحمد. فشنو اللي صار؟ اللي صار وأنه بما أنه إيمان وأحمد يحبوا يعرسوا، والدكتور أحمد هذا من الناس اللي يعتبر روحه مظلوم ويعتبر الحياة صعيبة متاعه ويعتبر ما جاه حتى شيء في الدنيا بالسهل، أما صاحبه دكتور أسامة كل شيء جاه على طبق، دارهم لاباس عليهم وهو أموره المادية ميسرة وعنده خوف السعودية يبعث له في الفلوس وبش يحل عيادة. فحكي لخطيبته قال تعرف الحل شنو بش نعرسو؟ شنو رايك لو كان نخطفو أسامة ونطلبو فدية من عند دارهم؟ ومن ينا في بالي اللي خوه قاعد يبعث له في الفلوس من السعودية، ودونك نعرف حسب التقريب المبلغ اللي نجمو نطلبوه، نخطفوه ونطلبوا فدية. وبش نخطفوه؟ هاني شريت لك بيس بش تطلبوا بها، وبش تقولوا يا دكتور راني جيت للعيادة متاعكم، جيت للدكتور أحمد، أما راني ملقيتوش، وانا عندي الوالدة متاعي في حالة صعيبة ياسر، وهو قال لي إذا كان ما تلقانيش كلم الدكتور أسامة. وكيف انتي تكلمه وهو يجي؟ طبعا بعد نقول لك
شنو انا عملوله؟ وكان ذلك كذلك. كلمة إيمان الدكتور أسامة اللي قلنا جاه تليفون في السبيطار وخرج يجري، قالت له راني أنا من طرف صديقك الدكتور أحمد ورا يمي في حالة ورانا هنا في العيادة متاعك. خرج هو يجري، هو وصل وجماعة زرقوله مخدر باش يدوخ على أساس بعدها باش ينطلقوا في عملية طلب الفدية. بعد بمدة قصيرة فاق، عودوا زرقوله لكنه بعد ما عاودش فاق، ما عادش يتحرك. باش يكتشف صاحبه عشيره الدكتور أحمد أنهم زرقوا له دوزة زايدة، وبالتالي صارت له أوفردوز ومات. ومن اختطاف لطلب الفدية ولاو يحبوا يخبيوا الجريمة اللي كان معاهم فيها هذا الممرض أحمد. ايش باش يعملوا؟ حطوه في كروسه وخرجوا بيه في الكروسه اللي وريتها لك قبيله. بعد ما قالك ليه وين باش نهزوه توا هكا هذايا هو ميت في وسط الكروسه، رجعوه للعياده وسهل العمليه، نحفروا لهنا وندفنوه. وفعلا بصفه سريعه نحاوز ليزيت ودفنوه في العيادة وسكروا عليه ومشى كل واحد لمشاغله. بهذه الطريقة ولهذا السبب الفلوس قضى أحمد على صاحبه وعشيره اللي قرا هو ياه، خدم هو ياه، وعمل هو ياه هذه العيادة من أجل الفلوس تاع خوه تاع السعودية. المميز في هذه القضية سرعة البحث اللي عملتها الشرطة متاع الشرطة المصرية الحقيقة، لأن هذا الكل اللي حكيته لكم تقريبا اكتشف في نهاره. في نهاره هما لقاوا الجثة، ثم بعد ذلك يعني في سويعات قليلة فهموا كل هذه التفاصيل وجابوا الجماعة الكل، إيمان وأحمد وأحمد الكل جابوه، وانطلقت المحاكمة متاعهم. محاكمة باش يكون عليها تسليط أضواء إعلامي كبير بحكم بشاعة هذه القضية. محاكمة خليني نوريكم بعض الصور اللي جينا من وسطها. إننا بصدد جريمة جسدت بها معاني الحسة والقتل، اجتمع فيها أهل الشر والطمع على قتل شاب في ريعان شبابه. ثلاثة متهمين سقناهم إليكم اليوم، ها هم قابلون خلف القبة. أولهم طبيب بشري حامس بالقسم، راكب في الدنيا كرد الوحوش في البرية، يسعى إلى المال لا يحذر بالوسيلة. لذا فالنيابة العامة تطلب من سيادتك بالقصاص المبني عليه بتوقيع عقوبة الإعدام شرطا على المتهمين الثلاثة. كفو الشوف، والله العظيم ما حصل، والله العظيم ما حصل. الصوره اللي موجوده في قلم الاسد يعني ممكن تكون موجوده في الاصل اللي بنصورها بعد اذن الشرطه او المحكمه. لكن رغم الإنكار اللي بش يجي من بعد زادة من عند المتهمين اللي في وقت من الأوقات بش يسكوا بعد ما اعترفوا بش يقولوا لا، وبعد بش يقعد الممرض أحمد ديما وهو يقول لا ما عملتش، مش صحيح، ما كانش، ما صارش، ما عملتش اللي متهم به. بعد بش يجي حكم المحكمة، وحكم المحكمة كان بإقرار عقوبة الإعدام. قررت المحكمة بإجماع الآراء
يسال الراجل قضيه يا فضيله الضيوف الكل. يا الله اكبر، الله اكبر، يا يحيى العدل، يا يحيى العدل، يا يحيى العدل، يا يحيى العدل. بهذه الطريقه اذا نهار 8 اكتوبر 2023 حكمت المحكمه في مصر بالاعدام على المتهمين الثلاثة. اعتبرت أنهم كلهم شركاء بنفس الدرجة من التخطيط والتنفيذ. حكم اللي هما يقولوا في مصر يقولوش إعدام ضرورة، يقولوا تحال الأوراق متاحهم على سماحة المفتي، وهذلك يعني أنه هذا إعدام. إعدام اللي كان بعده للحاجة زينب أم أسامة كان لها بعده هذا الكلام. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد. هذه إذن كانت تفاصيل قضية الدكتور أسامة طبيب الساحل اللي ما غفرتلوش السنوات صداقته مع شريكه وعشيره الدكتور أحمد، ما غفرتلوش في أنه في نهاية المطاف يقضي عليه بجرعة متاع مخدر ويدفنه في العيادة متاعه. شكراً على حسن المتابعة، إلى اللقاء.